السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم طلابي الأعزاء؟ أسأل الله تعالى أن تكونوا بخير وصحة جيدة. أهلا وسهلا بكم اليوم في درس جديد من دروس قواعد اللغة العربية، وهو أنواع الخبر. كما تعلمون اللغة العربية بحر، ويجب علينا دائما الاطلاع على قواعدها. وأنواع الخبر هو من الدروس المهمة الذي سوف يبقى معنا في جميع المراحل إن شاء الله تعالى. وقبل أن نبدأ به، نحن نعلم بأن الجملة الإسمية تتكون من ركنين أساسيين هما المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم الذي نبتدأ به الجملة الإسمية، والخبر هو ما نخبر به عن المبتدأ ويتمم معناه. مثال: الصلاة نور. ما بها الصلاة؟ الصلاة نور. الصلاة هو أول اسم بدأت به الجملة الإسمية أعرب، وهو مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. اسألوا أنفسكم: ما بها الصلاة؟ الصلاة نور. إذن نور تكون خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. إذن ما هو خبر الصلاة؟ ما بها الصلاة؟ دائما اسألوا ما بها، ما به، لكي تعرفوا أين هو الخبر. إذن نور هو الخبر. الكتاب مفيد. الكتاب مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. ما به الكتاب؟ مفيد. إذن مفيد خبر مرفوع علامة رفع الضمة. انظروا أن الخبر نكرة. ماذا لو جعلته معرفة؟ انظروا ماذا يصبح. الكتاب المفيد يصبح إعراب المفيد صفة. لذلك يجب أن نركز أن الذي يميز الصفة عن الخبر، لأن الخبر انظروا يأتي دائما نكرة، أما الصفة تتبع الموصوف في كل شيء سواء كانت نكرة أو معرفة. انظروا ماذا اخترت حكمة لكم. العلم نور. العلم أيضا مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ما به العلم؟ نور. إذا نور خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. الآن سوف ندخل في أنواع الخبر. الخبر تلاميذ الأعزاء له ثلاثة أنواع: إما أن يأتي مفرد أو جملة أو شبه جملة، وسوف نتعرف على كل واحدة على حدة. الخبر المفرد هو الذي يأتي في كلمة واحدة، كلمة واحدة، سواء كانت هذه الكلمة مفرد، مثنى، جمع، المهم كلمة واحدة، وشرط هذه الكلمة ليست فعل أو ظرف. لنرى الأمثلة ونرى هل تطبق على هذه الشروط. انظروا: المعلم مبتدأ. أين الخبر؟ مخلص. مخلص نلاحظ أنه اسم مفرد، كلمة واحدة. إذن مخلص ماذا أعربه؟ هل أعربه اسم مفرد؟ بالتأكيد لا، أعربه خبر مرفوع علامة رفع الضمة. ولكن إن طلبت منكم ما نوع الخبر، تجيبون أن نوع الخبر اسم مفرد. المعلمان مخلصان. أين الخبر؟ لاحظ أن مخلصان هو الخبر. هل جاء كلمة واحدة؟ نعم كلمة واحدة، ولكن سوف تقولون أنه مثنى. وإن كان مثنى، فأنا منذ البداية شرحت المهم أن يكون كلمة واحدة. هذه الكلمة ليست فعل أو ظرف، وقتها سوف يكون اسم مفرد، وإن كان مثنى، وإن كان جمع، وإن كان مفرد إلى آخره. إذن مخلصان كلمة واحدة، لذلك أعربها خبر مرفوع علامة رفع الألف لأنه مثنى. ونوع الخبر ما نوعه؟ اسم مفرد لأنه مؤلف من كلمة واحدة، وهذه الكلمة ليست فعل ولا ظرف. المعلمون مخلصون. المعلمون هي المبتدأ. إن أردت أن أعربها، أعربها مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. مخلصون ما نوع الخبر هنا؟ اسم مفرد. السبب لأنه كلمة واحدة، وإن كانت هنا جمع، المهم أنها حققت الشروط، كلمة واحدة ليست فعل أو ظرف. كيف أعرف مخلصون؟ خبر مرفوع علامة رفع الواو لأنه جمع مذكر سالم. ما نوع الخبر في هذه الأمثلة؟ نوع الخبر اسم مفرد. الآن سوف ننتقل إلى النوع الثاني، وهو أن يكون جملة. الخبر الجملة إما أن يأتي جملة اسمية أو جملة فعلية. الجملة الاسمية لها شروط: إما أولا يجب أن تكون كلمتين، وثاني شرط أن يكون بها ضمير عائد على المبتدأ. ركزوا جيدا شروط الجملة الاسمية حتى أعرف أن نوع الخبر جملة اسمية. يجب أن يكون به كلمتين، والشرط الثاني بهذه إحدى هذه الكلمتين ضمير عائد على المبتدأ. مثال: المسلم صلاته خاشعة. المسلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. أين الخبر؟ ما به المسلم؟ صلاته.
إن توقفت قلت صلاته وتوقفت، هل تم المعنى؟ ما به، ما بها صلاته؟ المسلم صلاته خاشعة. إذن هل تحققت الشروط؟ لننظر. أولا تألف الخبر من كلمتين، انظر انتهينا من المبتدأ، جاء بعد المبتدأ كلمتين، نعم كلمتين بها ضمير على عائد على المبتدأ أحد الكلمتين، نعم صلاته، انظروا إلى الهاء، الهاء عائدة على المبتدأ الذي هو المسلم. ما به المسلم؟ المسلم صلاته، أي صلاة المسلم خاشعة. إذن المسلم صلاته خاشعة، أين الخبر هنا؟ هل أكتفي أقول صلاته؟ تأكيد لا، لم أتمم المعنى. هل أقول خاشعة المسلم خاشعة؟ أيضا لا يوجد معنى. إذن الخبر هنا صلاته خاشعة، ولكن ما نوع الخبر؟ الخبر نوعه جملة اسمية، السبب انظروا به كلمتين، وبإحدى الكلمتين ضمير يعود على المبتدأ، والكلمتين انظروا ليست فعل وإنما اسم، بدأ باسم. إذن كيف أعرب هنا صلاته خاشعة؟ هنا أطلب منكم الإعراب كجملة، أعربوها كجملة وليس كمفردات. أضع قوسين، صلاته خاشعة جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو المسلم. أما إن طلبت منكم إعرابها كمفردات، انظروا وضعت خط هكذا وهكذا وطلبت كمفردات، المسلم مبتدأ صلاته، انظروا ماذا أعرب الاسم الثاني الذي يأتي بعد المبتدأ، أعربه مبتدأ ثان مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء المتصلة بالاسم ماذا نعربها؟ أخذناه في الدرس السابق، أنني أعربها ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. خاشعة هي خبر للمبتدأ الثاني مرفوع علامة رفع الضمة الضائع على آخره. هذا الإعراب ثابت عندما تكون نوع الخبر جملة اسمية وطلبت إعراب مفردات، الاسم الأول مبتدأ، الاسم الثاني مبتدأ ثاني مرفوع علامة رفعه الضمة، هنا جاء الضمة، والها في محل ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، خاشعة هي خبر للمبتدأ الثاني. أما جملة صلاته خاشعة هي جملة اسمية في محل رفع خبر المسلم. لننظر إلى المثال الثاني، سورية شعبها مجروح، أين المبتدأ؟ سورية. أين خبرها؟ سورية شعبها. ما به شعبها؟ هل فهمنا شيء؟ لا. مجروح شعبها، سورية مجروح؟ أيضا لا. سورية شعبها مجروح، انظروا لنرى هل تحققت الشروط؟ شعبها مجروح من كلمتين، نعم بها ضمير، نعم الهاء سورية شعبها، الهاء عائدة لسورية، إذا تحققت شروط الجملة الإسمية ولم تبدأ بفعل، لذلك نقول أنها جملة إسمية مؤلفة من كلمتين بها ضمير يعود على المبتدأ، لذلك أعرب شعبها مجروح جملة إسمية في محل رفع خبر للمبتدأ سورية. وإذا أردتم أيضا أن تعربوها كمفردات، سورية مبتدأ، شعبها أيضا ماذا نعربه؟ قلنا الاسم الذي يأتي بعد المبتدأ الأول، مبتدأ ثاني، الهاء في محل جر بالإضافة، ضمير متصل في محل جر بالإضافة، مجروح هي خبر للمبتدأ الثاني. الآن لننتقل فيما إذا كان الخبر جملة فعلية، من اسمه جملة فعلية، أي إن شرطه أن يكون الخبر فعل يبدأ بفعل. انظر المعلم يشرح الدرس، المعلم مبتدأ، ماذا أتى بعد المبتدأ؟ يشرح، يشرح إذا أتيت أن أعربها كمفردات هي فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة الضائع على آخره، ولكن إن طلبت منكم تحديد الخبر، أين الخبر؟ جملة يشرح جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ المعلم، بإمكانكم أن تأخذ، والفاعل طبعا أين الفاعل ليشرح؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أي المعلم. إذن جملة يشرح الدرس هي جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ المعلم. إذن الجملة الفعلية فقط أن يكون الخبر يبتدئ بفعل. لننظر، التلميذ يلعب بالكرة، تلميذ مبتدأ، ماذا أتى بعد المبتدأ؟ أتى فعل. إذن هنا نوع الخبر جملة فعلية لأنه بدأ بفعل. إذن يلعب بالكرة جملة يلعب جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ التلميذ.
إذا طلبت إعراب مفردات أعربها إعراب عادي، يلعب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، بالكرة الباء حرف جر والكرة اسم مجرور علامة جره الكسرة، ولكن جملة يلعبوا جملة فعلية في محل رفع خبر للتلميذ. إذا انتهينا من الجملة الاسمية والجملة الفعلية. النوع الثالث أن يكون الخبر شبه جملة. كيف يعني شبه جملة؟ أي إما أن يأتي جار ومجرور أو ظرف. كيف يعني ظرف؟ أي زمان أو مكان. لنأخذ مثال على الجار والمجرور، انظروا: النظافة من الإيمان. النظافة مبتدأ، ماذا أتى بعد المبتدأ؟ نلاحظ أتى بعد المبتدأ جار ومجرور. إذا هنا ماذا أعرب الجار والمجرور؟ أعربه شبه جملة جار ومجرور في محل رفع، لأن هنا خبر المبتدأ مرفوع في محل رفع خبر للمبتدأ النظافة. إذا طلبتها كمفردات، النظافة مبتدأ، من حرف جر، إيمان اسم مجرور. أما من الإيمان شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر للمبتدأ النظافة. مثال آخر: الفتاة كالقمر. الفتاة مبتدأ، كاف حرف جر، قمر اسم مجرور. كالقمر هي شبه جملة جار ومجرور في محل رفع خبر للمبتدأ الفتاة، لأن الخبر للمبتدأ يأتي مرفوع. لنأخذ مثال عن الظرف. الظرف إما أن يأتي شبه جملة، إما أن يأتي ظرف زمان أو مكان. مثال: العصفور فوق الشجرة. المبتدأ العصفور، ما به العصفور؟ العصفور فوق الشجرة. إذا ما الذي أتى بعد المبتدأ؟ أتى ظرف مكان فوق. لذلك فوق أعربه شبه جملة ظرف مكان في محل رفع خبر للمبتدأ. لماذا أقول في محل رفع خبر؟ لأنه حل محل الخبر في محل، أي أن هنا يجب أن يكون الخبر وهو من حل محله. إذن في محل رفع خبر. نستطيع أن نقول عن فوق الشجرة كلها بأنه شبه جملة ظرف مكان في محل رفع خبر للمبتدأ العصفور. نستطيع أن نقول فقط أن فوق لوحدها أيضا بأنها شبه جملة ظرف مكان في محل رفع خبر العصفور. إذا طلبت إعرابها كمفردات: العصفور مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، فوق مفعول فيه ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة، الشجرة مضاف إليه مجرور علامة جره كسر الضمير على آخره. جملة فوق الشجرة شبه جملة ظرف مكان في محل رفع خبر للمبتدأ الذي هو العصفور. ملاحظة قبل أن ننهي من أنواع الخبر، أنه إذا كان في الخبر الظرف أو الجار والمجرور، أي كان الخبر إما ظرف أو جار ومجرور، وكان به ضمير، يكون الخبر جملة اسمية. كيف يعني؟ هنا قلت العصفور فوق الشجرة. ماذا لو قلت العصفور فوقه غصن؟ انظروا، الظرف هنا أين الخبر؟ الخبر جاء ظرف، وجاء فيها مع هذا الخبر متصل ضمير، فهنا أقول أن نوع الخبر جملة اسمية. فقط ننتبه إلى هذا الأمر، أنه إذا كان الخبر جار مجرور أو ظرف وبه ضمير، وقتها نقول أن الخبر جملة اسمية. مثال آخر: الصف فيه تلاميذ. انظروا، الصف مبتدأ، ماذا أتى بعد المبتدأ؟ جار. هنا سوف تقولون في حرف جر، إذا نحن تعلمنا أنه عندما يأتي جار ومجرور فإننا نقول أن الخبر شبه جملة، ولكن هنا الحرف الجر اتصل به ضمير وهو الهاء، لذلك أقول أن نوع الخبر جملة اسمية. فقط هذه الملاحظة يجب أن ننتبه عليها. لنأخذ نماذج معربة. المعلم مجتهد مثل ما عربناها. المعلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، مجتهد خبر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. ما نوع الخبر هنا؟ نوع الخبر اسم مفرد. لنعرف: المسلم صلاته خاشعة. المسلم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، صلاته. كيف تعلمنا أن نعرب الاسم الثاني والثالث الذي يأتي بعد المبتدأ؟ صلاته مبتدأ ثان مرفوع علامة رفع الضمة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. خاشعة هي خبر للمبتدأ الثاني صلاته، وهو مرفوع علامة رفع الضمة. جملة صلاته خاشعة هي جملة اسمية في محل رفع خبر، في محل رفع خبر للمبتدأ الأول الذي هو المسلم. وإلى هنا نكون قد انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.